حد مثبتك بالسكين على الجنب بالشكل ده والإيد التانية خانقك من رقبتك بالشكل ده، بتبدأ تتحرك خطوة ناحية اليمين في نفس التوقيت إيدك اليمين بيتحركوا بالشكل ده، إيدك اليمين بتيجي من فوق دراعه بالشكل ده وإيدك الشمال بتيجي إيه على مفصل الريست، يبقى إيدك الاتنين بتحركوا عكس بعض أهو بعد ما بتتحرك خطوة ناحية اليمين أهو، وبتبدأ تلف إيدك اليمين بتعمل ضغط على مفصل الكوع وإيدك الشمال على مفصل الريست، وبتبدأ تلف في الاتجاه العكسي بالشكل ده، بقيت أنت اللي معجز حركته بالكامل بالشكل ده. انت في حركة زي دي بتتحول من الدفاع للهجوم في جزء من الثانية. تكمل الضغط اللي انت بتعمله له على مفصل الريست بالشكل ده، بعد كده بتاخد السكينة من الظهر كده هتطلع معاك بكل سهولة. بتبدأ تتحرك خطوة ناحية اليمين في نفس التوقيت ايدك الاتنين بيتحركوا عكس بعض اهو، بتلف لفة كاملة بالشكل ده وانت معجز حركته بالكامل بالشكل ده.